بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم رحاب تقول: أنا مصرية مقيمة بالدمام ولي بعض الأسئلة، أرجو الله عز وجل أن يوفقكم للإجابة عليها. عندما أقرأ القرآن أخطئ كثيرا في قراءته بعكس سماعي له من الراديو، وعندما أسمعه من الراديو أفهم معانيه أكثر ويصبح سهلا لي عما أقرأه، فهل ثواب سماع القرآن مثل ثواب قراءته أم يختلف الثواب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن أجر تلاوة القرآن أفضل من أجر الاستماع إليه، وعليك أن تقرأ القرآن على حسب استطاعتك، ولكن مع التأني ومحاولة تعديل القراءة، وإذا أمكن أن تستفيدي من أحد ممن يتقن قراءة القرآن بأن تعدلي القراءة عليه، فهذا أمر مستحسن ومطلوب. وإذا لم تستطيعي تعديل الأخطاء فإنك تقرأين على حسب الاستطاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أي أجر التلاوة وأجر المشقة. فعلى كل حال تلاوة القرآن وقراءته أفضل من الاستماع إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ صالح: الحمد لله رب العالمين، أنا قريبة من الله جدا وأحافظ على جميع الصلوات والحمد لله في أوقاتها، ولكن عندما أبدأ في الصلاة تنتابني بعض الأفكار أحيانا، أفكر في أشياء لا تخطر ببالي إلا حين الصلاة، الأمر الذي يقلقني ويجعلني غير راضية عن صلاتي، وأحيانا أجهر بصلاتي حتى أفهم ما أقول وأخرج عن هذه الأفكار، لكن دون جدوى، أرجو من فضيلتكم النصيحة أثابكم الله. عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، بحضور قلب ونية الاستعاذة بالله من كيد الشيطان، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به. وعليك أيضا باستحضار عظمة الله عز وجل، لأنك واقفة بين يديه في الصلاة، وهذا يبعد عنك الوساوس والتفكيرات خارج الصلاة. فعليك بمحاولة استحضار القلب في الصلاة، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدبر القرآن الذي تقرأينه في الصلاة، فإن هذا يبعد عنك الشيطان. ولا تيأسي ولا يكون عندك يأس من ذهاب هذه الوساوس بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت من أكثر من شخص بأن المرأة إذا خرجت وجب عليها ستر جميع جسمها عدا وجهها، واستدل في على كلامه من السنة والقرآن، في حين سمعت أثناء وجودي هنا من أكثر من عالم بأن المرأة إذا خرجت وجب عليها غطاء وجهها، وهذه ظاهرة هنا والحمد لله، ولذلك هداني الله لذلك والتزمت بغطاء الوجه، لكن بعض الأئمة أباحوا كشف الوجه، وجهوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا يجوز للمرأة كشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا محارمها، سواء كانت في البيت
أو كانت خارج البيت، لأن الوجه هو أعظم ما في المرأة من فتنة. وأيضا الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على وجوب تغطية الوجه، لا كما قال هذا القائل من أن القرآن يدل على كشف الوجه، هذا خطأ. وكذلك السنة لا تدل على كشف الوجه، وإنما تدل على العكس، تدل على تغطية الوجه. أما القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا صريح في تغطية الوجه. ولما نزلت هذه الآية بادر نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعنهن بادرن بتغطية رؤوسهن ووجوههن حتى خرجن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من السواد من الأغطية التي غشينا على وجوههن وعلى رؤوسهن، عملا بالآية الكريمة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على وجهها، سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا صريح في تغطية وجوه النساء عن الرجال غير المحارم، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن الطاهرات المطهرات، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب ما يستر المرأة سترا كاملا من باب أو ثوب أو جدار أو غير ذلك، بحيث لا يظهر من جسمها شيء أمام نظر الرجل غير المحرم. هذا دليل من القرآن على وجوب ستر الوجه. وقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار هو غطاء الرأس، أمر الله أن يدل على النحور، ولا بد أن يكون مارا بالوجوه. وأيهما أولى بالستر، النحور أو الوجوه؟ لا شك أن فتنة الوجه أشد من فتنة النحر، ولهذا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله بجواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال، فهذا اجتهاد من هذا العالم أو من هذا الإمام، ولكن اتباع الدليل هو الواجب، والاجتهاد يخطي ويصيب. والله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، ولا نأخذ من اجتهادات العلماء والأئمة إلا ما وافق كتاب الله أو سنة رسوله. وأما هم فهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، لكن لا يجوز لنا أخذ القول الخطأ ممن كان، بل الواجب علينا أن نأخذ ما ترجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أم عطاء تسأل وتقول: هل الذي يريد الجمع بين الصلاتين لعذر، هل يجب عليه ألا يفصل بينهما بفاصل ككلام أو نوم أو غيره؟ نعم. هل الذي يريد الجمع بين الصلاتين لعذر، هل يجب عليه ألا يفصل بينهما بفاصل ككلام أو نوم أو غيره؟ نعم، من يريد الجمع بين الصلاتين وهو يسوء له الجمع، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر يبل الثياب أو وحل، فإن من شروط الجمع الموالاة بين الصلاتين، بحيث لا يفصل بينهما إلا بفاصل يسير من وضوء أو حاجة خفيفة. وأما النوم وأما الفاصل الطويل فهذا يبطل الجمع، وأما الكلام فإنه لا يبطل الجمع. إذا تكلم بعد الصلاة الأولى ولا سيما إذا كان الكلام لحاجة فإن هذا لا يبطل الجمع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستعاذة آية من القرآن؟ الاستعاذة الواردة في القرآن من القرآن، وهي قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا من القرآن. أما قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه ليست من القرآن، وإنما هي ذكر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية بعدد علمهن إياه جبريل؟ هل المقصود منه أن النبي كان يفسر القليل من القرآن، مع العلم بأني لا أجد إلا آيات ينسب تفسيرها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي قليلة؟ هذا ليس بحديث، هذا الذي ذكرته السائلة ليس بحديث. والله جل وعلا أمر نبيه أو وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأمته بيانا واضحا بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: هل إذا نذرت امرأة وقالت إذا طلقت امرأة فلان من زوجها عليها ذبيحة، هل يعتبر هذا النذر لله؟ إذا كان هذا الطلاق فيه مصلحة، يعني كان هذا الزوج مسيئا إلى هذه المرأة وفي بقائها معه حرج ومفسدة عليها، فنذرت أختها أو قريبتها إن طلقها واستراحت منه أن عليها كذا وكذا، فهذا يعتبر نذرا يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: أنا شاب أحب قراءة القرآن الكريم ولكن بدون تجويد، لأني لست متعلما تعليما كافيا. جاءني صديق وقال: لا تقرأ القرآن إلا على شيخ. أرجو من فضيلتكم ما صحة كلام صديقي ذلك، وهل لا يجوز للقراءة إلا على شيخ؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن أن تقرأ القرآن على مقرئ يجيد القراءة من أجل أن تتعلم منه على القراءة على الوجه الصحيح، فإن هذا أمر واجب. وأما إذا لم يمكن ولم تجد من تقرأ عليه القرآن، فإنك تقرأ على حسب حالك، ولو كان في قراءتك مشقة عليك فإن ذلك أعظم للأجر، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أنك لا تترك قراءة القرآن ومحاولة القراءة حسب استطاعتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية حلب رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف كاف شين، يسأل ويقول: هل يجب على المرأة إذا كانت كبيرة في السن أن تدخل في العدة إذا توفي زوجها؟ نعم، إذا توفي زوجها وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة مطلقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وليس هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الدم نجس؟ وهل يجب على الإنسان أن يغسل ثوبه إذا وقع فيه شيء يسير من الدم، أم أن الصلاة جائزة؟ الدم الذي يخرج من الإنسان أو من حيوان غير مأكول هذا يعتبر نجسا، وأما وكذلك الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول وقت تذكيته، يخرج من الأوداج وقت الزكاة، هذا نجس أيضا لأنه الدم المسفوح. وأما الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها يكون متبقيا في لحمها، فهذا طاهر ومباح لأنه يدخل مع اللحم، فإذا أصاب ثوبه شيء منه فإنه طاهر. والدم النجس الذي سبق بيانه إذا كان يسيرا في الثوب فإنه لا يبطل الصلاة، أما إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة لأنه نجس، لأنه صلى في ثوب نجس إذا تركه متعمدا. أما إذا نسيه وصلى أو لم يره إلا بعد ما صلى فصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يغسله ويبادر بغسله للمستقبل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيفية سجود السهو حدثونا عنها وفقكم الله. كيفية سجود السهو كما ورد في الأحاديث: إذا نقص الإنسان من صلاته بأن ترك التشهد الأول أو ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو قول سمع الله لمن حمده، هذا يعتبر نقصا في الصلاة، يجبر بسجود السهو. ثانيا، إذا زاد في الصلاة سهوا بأن قام إلى 4 في المغرب أو 3 في الفجر أو 5 في الرباعية سهوا، فإنه
يجلس إذا علم أو بين له يجب عليه الجلوس ويسجد للسهو، وإن لم يعلم إلا بعد ما فرغ من الركعة الزائدة فإنه أيضا يسجد للسهو وصلاته صحيحة. الحالة الثالثة إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية تقول عين سين، تقول رغم أنني تجاوزت 30 من عمري ورغم أني إنسانة يشهد الجميع بأخلاقي وفوق كل ذلك إيماني بالله وحرصي قدر استطاعتي على الالتزام بتعاليم الدين، إلا أنني لم أتزوج حتى الآن بالرغم من أنه تقدم لي كثيرون جدا، لكن لم يكن هناك توفيق حتى أصبح هذا الأمر يسبب لي حرجا شديدا، خاصة وأن الجميع يلقون باللوم علي ويقولون إنني أنا التي أرفض، وأنا يقلقني إذ أنه كلما تقدم لي شخص أرى في المنام أشياء كأنها حقيقة تدل على أن هذا الأمر لن يتم، وقد ضقت بذلك، فهل من دعاء أو عمل أقوم بفعله حتى يوفقني الله في هذا الأمر؟ هذا من الخطأ الكبير، وهو التفريط بالزواج إلى هذا السن الذي ذكرته السائلة، هذا فوت عليها خيرا كثيرا، ولكن عليها أن تعزم على الزواج، فإذا تقدم لها من يصلح في دينه وخلقه فإنها وأمانته فإنها تقدم على الزواج، وهذه الرؤى التي تراها لا تلتفت إليها لأنها من الشيطان يريد أن يضر بها وأن يمنعها من الزواج، فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتترك هذه الرؤى ولا تلتفت إليها وتبادر إلى الزواج مهما أمكنها ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن هناك صلاة تسمى صلاة الصراط، وهي عبارة عن 10 ركعات تصلى مثنى، يقرأ في كل ركعة آية الكرسي وثلاث مرات سورة الإخلاص، ثم يقول بعدها دعاء ويدعو به، هل هذه الصلاة لها ثبوت في السنة أم أنها مبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة لا أصل لها وهي مبتدعة، وليس هناك صلاة بهذه الصفة تسمى بصلاة الصراط. الصراط ليس له صلاة، وإنما المشروع أن يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، وقد شرع الله لنا قراءة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو المشروع، الدعاء بأن يهدينا الله الصراط المستقيم في الصلاة في قراءة الفاتحة وفي خارج الصلاة. أما أن يخصص لذلك صلاة كما ذكرت السائلة تسمى صلاة الصراط، هذه بدعة ولا أصل لها ولا يجوز فعلها. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمعة من الطائف تقول المرسلة ميم تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل يجوز للمعذورة شرعا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، خاصة إذا كانت معتادة على قراءتها في كل جمعة حتى لا يفوتها الأجر؟ إذا كان قصدها بالمعذورة التي عليها الحيض، نعم، فإنها لا تقرأ القرآن لا سورة الكهف ولا غيرها ما دامت في الحيض، إلا عند الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى قراءة القرآن كأن تكون حافظة لشيء من القرآن وتخشى أن تنساه فإنها تقرأه من أجل استبقائه في ذاكرتها. أما لتحصيل الفضيلة كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فإنها تمتنع من ذلك وتقتصر على الأذكار الواردة في الصباح والمساء وفي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وأيضا ترصد ساعة الإجابة والدعاء فيها التي في يوم الجمعة، وأرجى ما تكون في آخر يوم الجمعة تجلس للدعاء، تكثر من الدعاء، وهذا يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المرأة لتركيبة الأظافر للزينة بحيث تكون أطول قليلا وطلاؤها بالمناكير وحتى تبقى أظافرها مقلمة ونظيفة؟ لا يجوز للمرأة أن تطيل أظافرها أو أن تركب عليها توصيلات تطيلها، هذا محرم، وكذلك لا تصبغها بالمناكير التي تتجمد عليها وتمنع وصول الماء، ماء الوضوء أو الطهارة، إلى ما تحتها، إن هذا
يسبب عدم صحة الوضوء لبقاء شيء من عضو الوضوء لم يصل إليه الماء. تتجنب هذه الأشياء. والمشروع في الأظافير أن تتعاهد بالقص، وقصها من خصال الفطرة، ولا يجوز تطويلها كما يفعل بعض النساء المتشبهات بالكافرات أو بالسباع والبهائم، هذا أمر لا يجوز. ولا بأس أن تصبغها بالحنة أو بالأصباغ التي تجملها وليس لها جرم يتجمد ويمنع الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: عندما يستمر الإنسان في دعاء الله عز وجل وطلب الرزق والعافية والمغفرة منه سبحانه، فهل يدل ذلك على قبول دعائه، حيث أنه من علامات قبول العمل الدوام عليه؟ لا شك أن المداومة على العمل الصالح أنها علامة خير، وهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك المداومة على الدعاء، فإن الله يحب منا أن ندعوه وأن نكثر من دعائه وأن نلح عليه بالدعاء، هذا من علامات الخير، وأرجى ما يكون للقبول، فإن من يكثر من الدعاء حري أن يستجاب له، والله تعالى قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فالإكثار من الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، بل الدعاء جاء في الحديث أنه هو العبادة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم إزالة شعر الساقين واليدين بالنسبة للمرأة، خاصة إذا كان كثيرا مثل الرجل؟ لا بأس بذلك، لا بأس بإزالة الشعر من البدن، إنما منعت المرأة من إزالة شعر الوجه والمعتاد، من إزالة شعر الوجه المعتاد الذي لا تشويها فيه، ومنعت وحرم عليها وتوعدت في إزالة شعر الحاجبين، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو فعل بها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها أو تأخذ من شعر حاجبيها، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل شيخ صالح عن نفس الموضوع يحفظكم الله، فتقول: إذا ظهر شعر زائد في الحواجب لم يكن موجودا من قبل وأصبح مشوها للحواجب، فهل يجوز للمرأة نتفه فتونة جزاكم الله خيرا؟ لا أتصور أن شعر الحواجب أنها يحصل بها تشويه، لأن الغالب أن الله سبحانه وتعالى جعل الحواجب جمالا للإنسان وفيها مصالح عظيمة، لكن لو قدر أن يكون هناك تشويه ظاهر فلا مانع من إزالة التشويه، بقدر الإزالة فقط، بقدر ما يزول التشويه. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ألف سين يسأل ويقول: في بعض الأيام تفوتني ركعتان في المسجد، كيف أقضي هاتين الركعتين جزاكم الله خيرا؟ نعم. في بعض الأيام تفوتني ركعتين في المسجد، كيف أقضي هاتين الركعتين جزاكم الله خيرا؟ لا ندري ماذا يريد من ركعتين في المسجد، والأفضل للمسلم أن يصلي النوافل في بيته، هذا هو الأفضل للمسلم، صلاة الضحى، صلاة التهجد، تحية المسجد، والراتبة التي مع الفريضة قبلها أو بعدها، كل هذه الأفضل أن تكون في البيت، إلا إن كان يقصد بالركعتين في المسجد تحية المسجد، فإن المشروع أن الإنسان إذا دخل المسجد يريد الجلوس فيه فإنه يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا تفعل في غير المسجد، تحية المسجد لا تفعل إلا في المسجد عند إرادة الجلوس فيه، لأنها ذات سبب تتعلق بسببها، فلا تفعل في غير المسجد، لا يؤخرها ويقول صليها في البيت أو صليها في مكان آخر ثم يجلس في المسجد، هذا لا ينبغي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.